وبرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم بستان العقيدة. لسه مكملين معاكم سلسلة المسيح في سفر التكوين. في حلقة النهاردة هنتكلم عن عهد الختان. الختان ايه هو وبيرمز لايه في العهد الجديد، وهنتكلم كمان عن زيارة ربنا لإبراهيم وهو عند باب الخيمة واستضافته للغرباء والرموز والبعد المسياني في هذه الزيارة. خلوني في البداية أرحب بضيفنا اللي دايما متباركين ومتشرفين ومبسوطين إن نكون معاه، نيفت الحبر الجليل امبرافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة. أهلا بنيفتك يا سيدنا. أهلا بك. سيدنا، يمكن وصلنا لفكرة عهد الختان، لكن خليني قبل ما نتكلم عن الختان نتكلم لما السيد المسيح في تكوين 17:22 كلم إبراهيم ووعده بإسحاق وصعد بعد ما كلمه واداله الوعد بأن هيكون نسله كرمل البحر، صعد. فالكتاب المقدس بيقول فلما فرغ من الكلام معه صعد الله عن إبراهيم. هل الصعود ده ليه علاقة مثلا أو كلام رب المجد مع إبراهيم ليه علاقة بإحدى الظهورات؟ طبعا، هو أي ظهور في العهد القديم كان إشارة إلى التجسد، إن في يوم من الأيام الله سيظهر على الأرض ويعيش بين الناس، عشان الناس ما تستغربش إن ربنا يبقى موجود معانا على الأرض. فكان بيمهد ليها بهذه الظهورات في العهد القديم والتعامل المباشر بين الله ورجال الله القديسين. وكلمة صعدة لأن الله طبعا من جهة لاهوته لا بيصعد ولا بينزل، الله يملأ الوجود. لكن كونه يتكلم مع الإنسان هو نوع من التنازل. وبعدين بعد ما بيخلص الرسالة اللي عايز يوصلها للإنسان يصعد، بمعنى أنه خلاص خلصت الرسالة دي، فترجع الأمور كما كانت. ودي إشارة إلى أن ربنا يسوع المسيح بعد تجسده والفداء اللي تممه على الصليب والقيامة من الأموات صعد إلى أعلى السماوات وجلس عن يمين الآب. تمام. يمكن اتكلمنا عن بعض الشيء عن الختان في الحلقة اللي فاتت، لكن خلينا نتكلم أكتر عن عهد الختان. ليه ربنا أمر إبراهيم أن كل ذكر يختتن في اليوم الثامن، وليه في اليوم الثامن بالأخص؟ الختان هو فيه سفك دم، وسفك الدم دايما بيشاور على ذبيحة الصليب، وزي ما كلنا عارفين بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. والختان بيبقى لمصلحة الإنسان، يعني الطفل الذكر لما بيختن في لحم غرلته بحاجة صحية وحاجة فيها نوع من النظافة يعني. فكأن ربنا بيقول إن سفك الدم بتاع الذبايح اللي هو بيشير إلى سفك دم ربنا يسوع المسيح هو في الآخر لمصلحة الإنسان، لأن بعض الناس الملحدين واللي بينتقدوا الكتاب المقدس يقولوا ما هذا الإله الدموي اللي بيحب سفك الدماء. نقول لا، هو الدكتور الجراح لما بيقعد يعمل يوميا جراحات هل هو محب للدماء؟ لا طبعا. لكن هو بيشوف الجراحة دي لازمة لشفاء الإنسان. وأحيانا لما بيكون في واحد عنده مرض بنتوقع ان الدكتور هيخلصه من هذا المرض بالجراحه، وبعدين يجي الدكتور يقول للاسف المرض انتشر في جسمه مش هنعرف نعمل جراحه، بنبقى زعلانين جدا. صحيح. لو جه دكتور تاني قال لا ممكن نعمل جراحه ونخلص، بنفرح. بنفرح بالجراحه. صحيح. فاذا مش كل سفك دماء هو جريمه او عنف او دمويه، ولكن احيانا بيكون للصالح. فكأن الختان اشاره من ربنا من بدري ان سفك الدم هنا مش بغية سفك الدم، لكن بغية مصلحة الانسان. تمام. اما حكاية اليوم الثامن فاحنا عارفين ان رقم 8 قلناها كتير يرمز للابدية. صحيح. عشان الزمن متقسم اسابيع، والاسبوع بدايته يرمز للميلاد، نهايته يرمز للموت. فبداية اسبوع جديد يرمز لحياة جديدة اللي هي الأبدية السعيدة اللي احنا مدعوين إليها. تمام. سيدنا، على ذكر الختان خلينا نقول إن إبراهيم اختتن وكان عنده 99 سنة، وإسماعيل 13 سنة، وإسحاق 8 أيام. ايه الفرق بين او التواريخ دي بتشير ليه؟ هو طبعا القاعدة اللي حطها ربنا لأبينا إبراهيم أن يختتن الطفل الذكر في لحم غرلته في اليوم الثامن من ميلاده. لما حط القاعدة دي كان وقتها إبراهيم عنده 99 سنة، صحيح، وإسماعيل عنده 13 سنة. عشان كده اختتن وهو كبير وابنه كان كبير. لكن بعد كده لما ولد إسحاق ختنوا في اليوم الثامن، واكيد كان في جمهور تاني معاهم اختتن بقى في اعمار مختلفه يعني. بالظبط. لكن هو كان عهد بين الله وابراهيم ونسله، يعني حتى لو في ناس حوالين ابراهيم مش شرط يكونوا اختتنوا، لان العهد بين الله وابراهيم. لكن اذا حطينا في اعتبارنا ان الختان كان رمز للمعموديه، ودي قالها معلمنا بولس في رسالة كلوسي، ان احنا اختتنا باختتان المسيح مدفونين معه في المعمودية. فدي معناها ان الطفل لما بيتولد مدعو ان هو يتعمد. تمام. الطفل يعني اختان الاطفال هو اشارة الى معمودية الاطفال. اما لو واحد جالنا كبير مش متعمد وهو صغير برضه نعمده. فاحنا بنعمد الاطفال ولا نمنع معمودية الكبار. يعني باب الخلاص مفتوح للكل، اي حد يجي في اي سن في اي وقت. وبعدين الناس اللي بيعترضوا على معمودية الأطفال بيقولوا إزاي الطفل نعمده وهو مش فاهم حاجة؟ نقول طب إزاي كان بيختتن وهو مش فاهم حاجة؟ صحيح. فالختان من أكبر البراهين على صدق إيمان الكنيسة في حقها في معمودية الأطفال. وبرضه بكرر تاني، حتى لو جالنا حد كبير بيتعمد، حد صغير بيتعمد. تمام. من أكتر الصفات اللي بتميز كان أبونا إبراهيم إضافة الغرباء. استضاف 3 ما يعرفش عنهم أي حاجة، هم غرباء عنه. لكن قبل ما نتكلم طبعا عن جمال الزيارة ورموزها الكتيرة، لكن خلينا نتكلم ونعرف نتعلم إيه من أبونا إبراهيم في الجزئية دي بالأخص. طبعا دي قالها العهد الجديد، لا تنسوا إضافة الغرباء لأن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يعلمون. يعني هو هنا بيشاور على أبونا إبراهيم أنه ساعة لما استضاف 3 رجال مش عارف أن هم ملائكة أو أن الله في وسطهم يعني، ومع ذلك استضافهم بإكرام شديد وسجد لهم للأرض وألح عليهم أن هم يدخلوا يميلوا عنده ويغسل رجليهم ويأكلهم أكلة جميلة. دي معناها على طول ان احنا كمان لا ننسى اضافه الغرباء، يعني مش عزومه مراكبيه زي ما بيقولوا كده. لا ده ألح وآثار بجديه يعني. طبعا اضافه الغرباء في كل جيل غير الاجيال اللي قبلها. يعني العرب كانوا مشهورين بالكرم واضافه الغرباء، والناس اللي في الارياف كذلك توصل هم يحبوا يضيفوا الغرباء. مع الحضاره الحديثه والشر اللي ملا الدنيا أصبح مش سهل إن الواحد يفتح بيته لحد غريب يدخل يأكله يعني. لكن على الأقل إضافة الغريب معناها قلبي يبقى مفتوح للناس، حتى الغرباء عني، في إيماني، في ديني، في ثقافتي، أبقى برضو إيه يعني الواحد ما يبقاش مقفل. يعني إيه قلبي مفتوح ليه مثلا؟ يعني أحب الناس حتى لو اختلفوا معايا، هم الغرباء. في فرق بين إن أنا أتمسك بإيماني بشهامة وبسالة وأدافع عنه وأشرحه للناس وأنشره وأموت من أجله، وفي فرق إن أنا أكره الناس. يعني إحنا دايما بنتلخبط بين حاجتين دول، أنا بعاني منها يعني. إن لما نحب الناس يفكروا إن إحنا تنازلنا عن إيماننا، ولو تمسكنا بإيماننا يظن إن إحنا بنكره الناس. صحيح. لا، إحنا بنحب إيماننا وبنحب الناس، نتمسك بإيماننا وما نعاديش الناس. ومش شرط ان كل الناس تبقى زي في ايماني، لان الكتاب المقدس قال الايمان ليس للجميع، واقبله زي ما هو وهقبل الاخر كما هو. اذا هو قبل ايماني خير وبركه، ما قبلش ايماني هو حر. مفيش حد بيجبر على انه يعتنق ما في بالي من افكار او في ايمانيات او ما انا مقتنع بيه. فانا باكد على الحته تاني، انا اتمسك بايماني حتى الموت وادافع عنه واشرحه وكمان أوضح إيه التميز بتاعه، إيه العيوب في الإيمانيات الأخرى من حقي، لكن ده لا يفسر على إن أنا بكره الناس. وممكن أوريه إيماني بأعمالي، يعني بكل تأكيد يعني أنشر إيماني بسلوكياتي، خلال السلوكيات الجميلة. صحيح. لكن في بعض الناس المتمسكين بالإيمان تلاقيهم كارهين للآخرين، ودي صفة بتسيء للإيمان. وفي ناس يشيعوا ان اي انسان متمسك بايمانه هو كاره للاخرين، ودي حاجه مش كويسه. ابونا ابراهيم لما استضاف الناس الغرباء بيعلمنا ان احنا قلبنا نبقى مفتوح. في حاجه تانية في كنيسنا القبطيه بالذات، احنا بنرتبط بالكنيسه المحليه، يعني انا مولود في شبرا في كنيسه كذا، الكنيسه دي بالنسبه لي هي دي حياتي. احيانا بقى بيحصل فينا سلبيه ايه؟ لو لقيت حد من الكنيسة اللي جنبنا جاي يزورنا استغرب هو ايه اللي جابه النهارده. يعني قلوبنا مش مفتوحة للآخرين، وبنعتبر أي حد مش مولود معايا في نفس المنطقة كأنه غريب، وإذا جه كأنه بيزنقني، مش برحب بيه. فأنا نفسي الثقافة دي تتصحح، يعني إن أنا أبقى قلبي مفتوح وأفرح بالناس، اللي ما كانش بيجي خالص وجاي أفرح بيه، اللي بيروح كنيسة تانية وجي يزورنا النهارده يصلي معانا في كنيستنا نفرح بيه ونديله فرصته. لو أنت شماس ولقيت في شماس زميلك من كنيسة أخرى جاي يصلي عندك، قدمه، قول له تعالى البس معانا وصلي. ده ساعات بيمنعوه يا سيدنا إن يخدم في الكنيسة دي لأنك أنت مش من ابن الكنيسة. حقيقة تبقى مؤلمة جدا إن أنا قلبي مش مفتوح للغرباء. صحيح. ففي كل المستويات موجودة، يعني مش بس الغريب عن عيلتي ولا عن ديني ولا عن بلدي، ده حتى الغريب عن كنيستي. فبحس ان هو وده اللي يوجع اكتر، يعني لازم يبقى عندنا فضيلة اضافة الغرباء. تمام. بعد عهد الختان ظهر الرب زي ما قلنا عند بلوطات ممره، وهو كان ابراهيم جالس عند باب الخيمه. خلينا بس نتامل في بلوطات ممره، ايه المقصود بيه؟ كلمه بلوطات هي جمع بلوطه، ده نوع من انواع الشجر. غالبا بيبقى شجر ضخم جدا وعميق في الارض وليه ارتفاع. الخشبه او الشجره دايما ترمز للصليب. وكلمه ممره ده اسم المكان. فجالس عند بلطات ممره معناها جالس عند الصليب. باب الخيمه، الخيمه ترمز للتجسد، يبقى هنا في الصليب وفي التجسد. وبعدين لما شاف الناس الغرباء قام عشان يستقبلهم. يبقى دايما خلي علاقتنا بالناس من خلال التجسد والصليب. التجسد يعلمني الاتضاع لأن الله صار جسد. التجسد أيضا يعلمني احترام الجسد، احترام الآخر، احترم جسد الآخر، لا احتقره ولا أهينه ولا اعتدي عليه. وفي نفس الوقت الصليب يعلمني البذل. فاللي هو قاعد عند بلطات ممرة وعند باب الخيمة معناها يتعامل مع الناس بمنظور التجسد ومنظور الصليب. لا، وباب الخيمة كأنه يعني مستعد للقائهم، كأنه مستنيهم منتظرهم. طبعا. يعني هو قصدك ان لو قاعد جوه الخيمة جايز ما يشوفهمش، لكن كونه قاعد بره معناها قاعد يعني بينتظر حد يخدمه. صحيح. طيب، غسل إبراهيم أرجلهم، وده يفكرنا بغسل السيد المسيح برضو الأرجل للتلاميذ. لو هنعمل مقارنة بين الاثنين ممكن نقول إيه؟ هو في الحقيقة القصة على بعضها فعلا فيها تطابق جميل جدا بين ما عمله السيد المسيح معنا ومع ما عمله أبونا إبراهيم مع ضيوفه. ففي حكاية إن هو التجسد والصليب اللي قلناها دلوقتي، في غسل الأرجل، بعد كده الوليمة اللي قدمها لهم. تمام. والوليمة دي فيها تفاصيل جميلة أكيد أنت هتسأل فيها، شوفها دلوقتي. غسل الأرجل هو كان عادة من عوائد استضافة الضيوف، لأن كان الناس ما كانش في مواصلات، كانوا بيمشوا أو يركبوا على ركوبة اللي هي حمار ولا حاجة، والشوارع مش ممهدة زي دلوقتي، ما فيش أسفلت ولا صحيح. النظافة بتاعت دلوقتي. فكان الإنسان نتيجة المشي الكتير رجله تتورم ويبقى مختلطة بالتراب بتاع الأرض أو بالطين حسب حوالي الجو يعني. فكان أول واجبات الضيافة إن يقعدوا الواحد ويجيبوا مية يغسلوا رجليه غسل الارجل بيدي راحه، وبيدي ان الرجلين دي لما تدعك كده بميه دافيه وعليها حبه ملح تلاقي ايه الورم اللي فيها يبتدي يخف والانسان يحس براحه، بالاضافه للنظافه. فكان دي عاده يستخدموها الناس في استضافه ضيوفهم، وكانت لغايه عهد قريب موجوده عندنا في الاديره ايام ما كانش لسه مواصلات توصل لغايه باب الدير يعني. فكان عدد الناس اللي يروحوا كانوا قليلين مش زي النهارده بالالاف. والحاجه الثانيه ان فعلا الناس بتبقى ماشيه مسافات طويله. كان برضه في غسل ارجل اول ما يوصلوا للدير، في حد متخصص ان هو يغسل ارجل؟ طبعا لغايه ايه عصر قريب يعني. انا شخصيا ما شفتش، لكن ممكن الجيل اللي قبلي بتاع والدي لما كان يروح الاديره ياخدوا خلوه كان راهب يستقبلهم على الباب يغسل رجليه لغايه العصور القريبه يعني. لكن احنا دخلنا في عصور بقى المواصلات اللي هي بتوصلنا تقريبا لغايه باب الدير، فبقى الوضع غير الوضع. بقى الاستقبال بطريقه اخرى فيها برضه ترحيب وفيها يعني كرامه للضيف بس بطريقه ثانيه. غسل الارجل بقى اللي عمله المسيح لتلاميذه، ما كانوش مسافرين ولا جايين. لكن كان إشارة إلى استمرارية فعل المعمودية في حياتنا. إحنا في المعمودية بنغتسل كلنا مرة واحدة، كل الجسم يعني بالتغطيس. عشان كده المسيح قال ساعتها للرسل والأبينا بطرس: الذي اغتسل كله ليس له حاجة إلا إلى غسل الرجلين فقط. فبقى غسل الرجلين اللي هو يمثل التوبة هو استمرارية مفعول المعمودية في حياتنا. أنا في صغري اتعمدت كلي، لكن محتاج من آن لآخر أغسل رجلي بالتوبة اليومية. أحيانا يعني بتخيل كده أبينا إبراهيم كان عنده 318 من الخدم، طب كان ممكن يخصص حد مثلا هو اللي يبقى مسؤول عن غسل أرجل الضيوف، لكن هو بنفسه اللي قام وغسل أرجلهم، والسيد المسيح نفسه هو برضو اللي غسل أرجل التلاميذ. فدي برضو تعلمنا إيه؟ هو طبعا نوع من إكرام الضيف بزيادة. إن صاحب المكان أو رئيس المتكأ أو المضيف للناس هو يقوم بنفسه يخدم عليهم، ما يعتمدش على الخدامين. فحتى الآن يعني ممكن لما يكون حد عامل وليمة لأصدقائه وهو راجل من كبار القوم تلاقيه واقف بنفسه يخدم عليهم، علامة اهتمامه وتقديره ليهم. في الحقيقة الحتة دي في حتة قالها ربنا يسوع المسيح في الأبدية لما قال يتكئهم، يتمنطق ويتكئهم ويقف ويخدمهم. الله نفسه يتمنطق يعني يلبس منطقة في وسطه زي الحزام، ويتكئهم يعني قعدنا، ويقف ويخدمهم. تقول يا رب أنا مش متخيل إزاي أنت تخدمنا في الأبدية السعيدة. يقول كنوع من التقدير والإكرام للضيف. فأبونا إبراهيم عمل الحكاية دي إشارة برضه لما يعمله الله معنا، سواء في تجسده لما غسل أرجل تلاميذه أو في الأبدية السعيدة لما يخدمنا في ملكوت السماوات. ده أنا متخيلة يا سيدنا في إشباع الجموع السيد المسيح نفسه كان واقف في النص وبيبص على كل واحد وبيطمن إن الكل أكل. بكل يعني تأكيد. وفعلا معاكي حق إن دي ما منعتش إن المسيح ياخد الخبز بإيده يبارك ويعطي للتلاميذ، والتلاميذ يعطي الجموع كنوع من التنظيم. فهو أعطى لكن كمان من خلال تلاميذه القديسين. فدي معناها برضو إن ممكن أنا في الخدمة أقدر أخدم الآخرين مباشرة أو من خلال معاونين. يعني أنا كأسقف ممكن أنزل أزور البيوت وأفتقد الناس وأحضر الاجتماعات وأوعظ للناس، لكن قد يكون حجم العمل محتاج إن أنا يبقى معايا معاونين، ما أقدرش أدخل أو أعمل كل حاجة. فعشان كده الأسقف يروح راسم مع كهنة ويفوضهم إن هم يعملوا أعماله زي ما المسيح عمل مع تلاميذه، والكهنة ياخدوا معاهم شمامسة وخدام يساعدوهم، ويبقى كلنا خدمنا بعض بنفس منظور ربنا يسوع المسيح واللي عمله إبراهيم مع ضيوفه. تمام. نروح بقى للوليمة. تفضل وليمة. وليمة ويقال كسرة خبز. يعني نشوف ايه كسرة الخبز دي، يعني كسرة يعني حاجة صغيرة كده. يعني نشوف قدم لهم ايه، قدم لهم لبن، قدم لهم زبد، قدم لهم خبز ملة. فنتكلم عن كل حاجة. الأول كسرة الخبز دي كانت عبارة عن أنا يعني طلعت النص في تكوين 18 بيقول ايه؟ إبراهيم قال للضيوف يا سيد، وهنا كلمة يا سيد دي ليها معنى لأن هم ثلاثة، فإزاي لما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد للأرض وقال يا سيد، يا سيد. يبقى واضح إن كان في واحد سيد واثنين وراه خدامين، صحيح، اللي هو ربنا يسوع واثنين ملائكة. إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك، ما تسيبنيش وتمشي، ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة، أيوة، بعد الصليب، فآخذ كسرة خبز اللي هي الملاحظة اللي أنت قلتيها، فتسندون قلوبكم ثم تكتزون لأنكم قد مررتم على عبدكم. يعني ما ينفعش تعدوا عليا من غير ما نعمل الواجب ده. فقالوا هكذا تفعل كما تكلمت، اعمل اللي أنت عايز تعمل. كسرة الخبز دي بقى إيه؟ طب لأن يا سيدنا كلام كتير قوي في الموضوع ده، بس نطلع لفاصل ونرجع نطلع فاصل فاصل قصير ونرجع نستكمل معاكم الوليمة اللي عملها أبونا إبراهيم لرب المجد يسوع المسيح والملاكين اللي معاه بعد الفاصل. برحب بحضراتكم من جديد في بستان العقيدة، وبرحب بنيافتك يا سيدنا. أهلا بك. سيدنا قبل الفاصل بنتكلم عن الوليمة اللي أعدها أبونا إبراهيم لضيوفه الغرباء. في الأول قلنا وصلنا عند كسرة الخبز، فنيافتك تقول لنا إيه فيها؟ كسرة الخبز اللي هو قالها بقى يقول فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة. سارة اللي هي زوجة إبراهيم ترمز للكنيسة، لعروس المسيح اللي هتقدم غذاء لشعبها. وقال لسارة ايه؟ اسرعي بثلاث كيلات دقيقا سميذا. السميذ هو الدقيق النقي الابيض اللي احنا في العربي بنقول السميط، اللي هو دي الزيرو. 3 كيلات، طبعا رقم 3 دوت على طول في بالنا الثالوث وثلاث ايام بتوع قيامة المسيح. اعجني واصنعي خبز ملة. خبز ملة معناها سريع العمل، يعني مش بنسيبه لغاية ما يخمر على طول، حاجة سريعة يعني. ثم ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلا رخصا وجيدا. رخص معناه سمين يعني. وأعطاه للغلام فأسرع ليعمل. الغلام هنا يشير للأبونا الكاهن اللي بيعمل الذبيحة على المسبح، ذبيحة الآب وهو بيذبح الابن، والكاهن هو الغلام اللي بيعمل العجل ده. يبقى هنا سارة تعجن الدقيق والغلام هيذبح العجل. وطبعا لما يكون العجل ده رمز لذبيحة المسيح على الصليب، فيبقى الخبز اللي هتعمله سارة يرمز الافخارستيا اللي هي مرتبطة بالصليب. فربنا حط دي مع دي. ثم أخذ طبعا مع العجل زبدا ولبنا، والعجل الذي عمله ووضعه قدامهم، وإذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة أكله. يبقى هنا المنظر ده بيشاور على ذبيحة الافخارستيا، صحيح، إن في خبز. الخبز ده أساسا هو عجل سمين اللي هو ذبيحة ربنا يسوع المسيح. واللبن قال لنا معلمنا بولس الرسول سقيتكم لبنا لا طعاما، كلام الله، يبقى هو كلام الله. والزبد هو الزبدة هي الدسم الموجود جوه اللبن. فأبونا لما بيدخل جوه النص بتاع الكتاب المقدس يطلع لي الزبد في الوعظة ويشرح لي الحاجات اللي أنا كنتش واخد بالي منها، فده الزبدة اللي بيقدمها لنا. فاحنا في القداس عندنا اللبن هو الكتاب المقدس قراءة قطمارس، والزبدة هي العظة اللي أبونا بيشرح فيها ويشبع شعبه، والعجل هو ربنا يسوع المسيح الذي ذبح على الصليب من أجلنا، الذي يقدم في صورة خبز على المسبح. اللي هو خبز الملة، اللي هو خبز الملة. كل ده سماه أبونا إبراهيم إيه؟ كسرة خبز، لأن إحنا في الآخر في القداس بنتناول كسرة خبز. هي اسمها كسرة خبز، لكن في حقيقتها كل هذه الوليمة الدسمة المليانة بالغذاء. وبعدين ما تنسيش كمان في الآخر قال إيه؟ إذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة أكلوا. يبقى كل اللي بنعمله دوت مستمد من قوة ذبيحة الصليب اللي هي تحت الشجرة. واقفا، يعني أنا كان ده سؤالي، كان واقفا لديهم تحت الشجرة أكلوا. ليه بيشير لإيه وقوف أبونا إبراهيم؟ هو طبعا من الناحية العملية ده نوع من الاتضاع والإكرام والاحترام، يعني ما قعدش حتى ياكل معاهم، يعني بالرغم راجل شيخ كبير صحيح وكبير في قومه، يعني واحد راجل ملياردير بلغة العصر، لكن لما عمل وليمة للضيوف بتوعه وقف، يعني كأنه نوع من الاحترام، ما يقعدش لغاية ما هم يخلصوا الأكل بتاعهم. لكن طبعا في المعنى الرمزي هنا الوقوف هو وقوف الصلاة. تمام. واحنا في الصلاة في القداس طول ما في ذبيحة موجودة نبقى واقفين تحت الشجرة، يعني في ظل الصليب. تمام. فآخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم. كلمة تسندون قلوبكم دي بتشير لإيه؟ هو طبعا التعبير نفسه تعبير دارج واحنا واخدين عليه، يعني اسند قلبك بلقمة. معناها انت جاي من سفر وتعب فمحتاج تغذية، ده في المعنى المباشر. عايزين بقى الروحي. المعنى الروحي طبعا القلب هو العقل وهو المشاعر، يعني دايما في الكتاب المقدس في الكنيسة لما يذكر كلمة قلب مش مقصود بها العضلة اللي بتضخ الدم صحيح، لكن يقصد بها العقل ويقصد بها المشاعر. لما أقول لحد أنا بحبك من كل قلبي مش مقصود بيه ده صحيح، ولما يقول في القداس ارفعوا قلوبكم هي مقصود بها العقل. فتسند عقلك بكلمة الله، اسند عقلك بالغذاء الروحي، اسنده في الرحلة بتاعته الطويلة من الأرض للسماء. لما يكون واحد مسافر ولو ما أكلش هيحصل له هبوط لألا يخوروا في الطريق من قلة الأكل. وكذلك في رحلتنا من الأرض للسماء لو أنا ما أكلتش من كلمة الله في الكتاب المقدس ومن كلمة الله على المسبح اللي هي الافخارستيا هخور. عشان كده لازم أسند عقلي بكلمة الله صحيح. ربنا وعد إبراهيم بإسحاق، وبنلاقي طبعا القصة المشهورة ضحك سارة لما سمعت الكلام ده، قالت ازاي عبدي إبراهيم شيخ وإن يكون لي نسل. وتقريبا في الوقت ده كانت هي 90 سنة وإبراهيم كان 100 سنة 99 يعني هو لما هيجي إسحاق هتبقى 100 تقريبا. ففي الوقت ده يا سيدنا ضحك سارة بيرمز لإيه والقصة نفسها؟ هو طبعا سارة لما ضحكت معناها مش متوقعة أن يكون هذا الكلام صح، يعني حاجة تضحك، واحدة عندها 90 سنة. حتى قالت أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ. هي قالت سيدي شيخ، ما قالتش ان هي اللي شيخت. لا هو في ست بتشيخ؟ ايوه. لا مفيش. لا هي لسه شباب، الرجاله بس اللي بتشيخ. المشكله في جوزها صحيح، قالت سيدي قد شيخ. ايوه. بس قالت بقى بعد فنائي يكون لي تنعم. تنعم بان يبقى عندها طفل تربيه وترضعه وتلعب معاه بعد ما عندها 90 سنه، مين هيبقى عنده حتى احساس بلذه الحياه؟ فعشان كده هي ضحكت كنوع من عدم التصديق واليأس وإن ده موضوع ما فات أوانه صحيح. فده برضه في حياتنا إن إحنا أحيانا كتير أشياء نتوقع إن هي مش ممكن تحصل يعني مثلا موسى النبي وهو عنده 40 سنة أراد أن يخدم فشل. لما بقى عنده 80 سنة ربنا قال تعالى نبتدي. ده حاجة تضحك. طب كنت في صحتي و40 سنة يضيعوا من عمري ليه؟ ما كنت استغلتني في ال40 سنة. يقول له لا، أنا كنت عارف إن أنت في ال40 سنة التانية هتتهذب أكتر. بيعدوا أكتر. إعداد خدام ده. بالظبط، 40 سنة إعداد خدام فعلا. كتير. وبعدين لما يبقى عندك 80 تحس إن أنت مش بقوتك بقوتي أنا. صحيح. فأحيانا الله يعمل أعمال نستغربها وما نصدقهاش وما نتوقعهاش ونفسر تفاسير غريبة ونقول ليه تضييع الوقت أو ليه تضييع الجهد أو أي تفسير يعني. لكن ربنا يأتي من حيث لا تدري ولا تتوقع، بيعمل حاجات عجيبة يعني. وعشان كده سميته إسحاق ابن الضحك. ابن الضحك طبعا. صحيح. طب ليه اختار ربنا إسحاق هو يكون ابن الموعد ويقيم عهده معاه، بالرغم من كان إبراهيم كان عنده إسماعيل قبله ب 13 سنة تقريبا، فرق بينهم 14 سنة تقريبا يا سيدنا. فليه اشمعنى إسحاق؟ هو دي شرحها لنا معلمنا بولس الرسول في رسالة غلاطية لما قال إن هاجر ترمز إلى العبودية، لأن كلمة هاجر في العربية جبل سيناء، وسارة ترمز لأورشليم العليا اللي هي الحرية. فالابن المولود من هاجر لإبراهيم يرمز للعهد القديم اللي هو عهد العبودية والناموس. والناموس صح. لما جه إسحاق بقى مولود حسب الوعد يصير هو العهد الجديد. وخصوصا ان اسماعيل ساعة ما اتولد كان لسه ابوه فيه الرمق وام هاجر كانت شابة، فده مولودين بحسب الجسد. اما ميلاد اسحاق من اب اتقال عنه انظروا الى الصخر الذي قطعتم منه والى نكرة الجب التي اخذتم منها. نكرة الجب دي سارة. وابراهيم صخر خلاص جسمه تحجر. ويقول معلمنا بولس بعد مماتية مستودع سارة، يعني المبيض بتاعها بقى ميت، فما فيش أي أمل أن يتولد منها ولد. فلما يجي ابن بقى صار مش ابن الجسد، ده ابن الموعد وابن الإيمان. عشان كده يصير إسحاق هو رمز العهد الجديد ورمز ذبيحة ربنا يسوع المسيح، ويرمز إلى ميلادنا إحنا من الله بدون زواج. أيوة. اللي هو الميلاد البتولي اللي في المعمودية، نصير أبناء الله بالرغم إن إحنا ما ربنا طبعا لا يتجوز ولا يخلف. صحيح. بس صرنا أبناء، وزي بالظبط ما إسحاق صار ابن إبراهيم، وإبراهيم كان في حالة يعني عدم إنجاب. في هنا حتى لما يوحنا المعمدان قال أن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. صحيح. كان قصده إن الناس اللي بيعبدوا الحجر الوثنيين هيصيروا أبناء لإبراهيم بالإيمان. صحيح. وبيشاور على حتة إن إبراهيم نفسه كان صخر، كان بقى حجر، والله أقام له نسل. ففيها إشارة جميلة للميلاد البتولي اللي احنا بنتولده في المعمودية ونصير أبناء الله وأبناء إبراهيم. طب قبل ما نسيب الجزئية دي يا سيدنا خلينا نتأمل في زواج إبراهيم أو أبونا إبراهيم من سارة اللي هي في الأصل أخته وأصبحت زوجته، والبعد المسياني ليها، ونعمل مقارنة بين هذا الزواج وزواجه من هاجر اللي هي عبدة سارة. هو برضه دي شرحها معلمنا بولس إن هاجر ترمز إلى العهد القديم وسارة ترمز إلى العهد الجديد عشان الحرية والعبودية. لكن كمان بعد شوية لما نلاقي إن أبونا يعقوب تزوج من ليئة أو رحيل، فيها برضه نفس الإشارة. ليئة كان نظرها ضعيف ومش جميلة، فترمز للعهد القديم اللي كانت الرؤية فيه مش واضحة. ومع ذلك ليئة أنجبت ورحيل لسه عاقر. إشارة لأن العهد القديم كان فيه آباء وأنبياء ولسه الأمم عندهم العقر اللي هو ما فيش انتاج. لما جه بعد كده ربنا فتح رحم رحيل، جابت أحسن ابنين اللي هما يوسف وبنيامين. فده إشارة لأن في العهد الجديد أصار الآباء والقديسين أعظم من آباء وأنبياء العهد القديم، بس جم متأخر. اللي هو المسيح اعتبرهم أصحاب الساعة 11، والناس اللي تعبوا من أول النهار زي إبراهيم وإسحاق ويعقوب والآباء والأنبياء. نفس الحكاية إن سارة اتأخرت في الخلفة، لكن بحسب الجسد إبراهيم أنجب من هاجر إسماعيل، لكن لما جه ربنا أراد سارة جابت إسحاق اللي هو أعظم بكتير جدا من أبونا إسماعيل. فبالتالي يبقى هنا فيها إشارة إلى أن العهد الجديد كان هيتأخر شوية، لكن ساعة ما يجي هيجيب إنتاج أحسن بكتير جدا من اللي حصل في العهد القديم. وفي حياتنا الروحية الحكاية دي برضو ممكن تعطينا رجاء وتعزية. أحيانا ألاقي نفسي متعطل عن بقية أقراني، الناس اللي في سني أشطر مني في الألحان، أشطر مني في الكتاب المقدس، أشطر مني في التوبة، أشطر مني في الخدمة، أشطر مني في الفضائل، وأنا متأخر. لو أنا فقدت رجائي هضيع. صحيح. لكن لو أنا حطيت عيني على الأمثلة دي وأقول صحيح يا رب مهما أنت أخرت معايا، لكن في الآخر هتديني المطر المبكر والمتأخر. وفعلا ربنا يفتح علينا كده، تلاقي الواحد ابتدى يعني يبقى حاجة كويسة. وياما عندنا في الكنائس تلاقي في واحد من طفولته موجود في الكنيسة وحلو طالع جميل، واحد تاني معصلج ومش قادرين عليه الخدام والدنيا مش حلوة معاه، لكن فجأة تلاقيه بدأ يجي قلبه يتفتح لربنا. معصلج ده بيطلع كاهن وأسقف بعد كده. أحيانا بيبقى كده فعلا. طب ما هو مثلا أغسطينوس ما بقى من أعظم الأساقفة في تاريخ الكنيسة. الأنبا موسى وبدايته كانت وحشة. الأنبا موسى مطر متأخر كتير طبعا يعني. الأنبا موسى الأسود يعني كان برضو في البداية مش حاجة حلوة. فأي إنسان عاقر من جهة الروح ومش بيخلف فضيلة وإنتاج روحي جميل لا يفقد الأمل، لأن ربنا لما هيشفق عليه نتيجة طولة باله ورجاءه وصبره ما مش هيفقد الأمل، ربنا هيديله حاجات حلوة كتير. صحيح. وربنا ادى إبراهيم ابن الموعد وجه إسحاق. قبل ما نتكلم بقى عن إسحاق وقصة ذبح إسحاق والقصة الجميلة قوي اللي نيافتك أكتر واحد بتحبها وبتحب تتأمل فيها، نتكلم عن إسحاق والسيد المسيح، المقابلة اللي بينهم أو وجه التشابه اللي بينهم. طبعا حاجات كتير. نمرة واحد أنه الابن الوحيد لإبراهيم، بالرغم أن عنده ابن تاني اللي هو إسماعيل، لكن ده إشارة لأن الله كان عنده ابن وحيد من جوهره هو اللوغوس اللي هو ربنا يسوع المسيح، وعنده ابن آخر بس مش من جوهره هو آدم. فآدم هنا زي إسماعيل والرب يسوع زي إسحاق. إسحاق مساوي لإبراهيم في الكرامة في الجوهر، يعني من حيث المعنى المسياني. يعني إيه؟ يعني أقدر أقول إن إسحاق سيد وغني وعظيم مثل أبيه. نفس عظمة الأب في الابن، نفس الميراث بتاع الأب هيبقى للابن، فهو يسويه في كل شيء. أما إسماعيل فكان عبد حتى بالرغم إنه مولود من إبراهيم، وبالرغم إنه هو كان البكر، لكن طبعا هنا بقى البكر وان اسماعيل اتولد الاول واسحاق جه بعدين. ومع ذلك صار اسحاق هو البكر. زي بالظبط لما يكون ادم هو اول من نزل على الارض وجه المسيح بعده، بس مع ذلك صار المسيح بكر بين اخوه كثيرين بدلا من ادم. ودي هتبان اكتر في قصه اسحاق واسماعيل ويعقوب وعيسو. يعقوب وعيسو لما يجي يعقوب ياخد البكرية من عيسو، وهتيجي كمان في قصة منسى وإفرايم أبناء يوسف. فدايما بيبقى في المثل ده اللي بيقدمه الكتاب المقدس، إن في ابن كبير وواحد تاني أصغر، والصغير ياخد بدل الكبير عشان يشاور على المسيح اللي جه على الأرض بعد آدم. إسحاق ابن الموعد والمسيح هو الوعد اللي توعدنا به نسل المرأة يسحق رأس الحياة منذ البداية. إسحاق جه على كبر، إشارة إن المسيح هيتولد في ملء الزمان، مش هيجي على طول ساعة لما آدم وحواء أخطأوا. هناخد وقت على ما البشرية تنجب هذا المخلص. إسحاق اتولد من سارة وهي كانت عاقر، وزي ما قلنا من شوية جسمها بقى زي الصخرة، إشارة لأن المسيح هيتولد من عذراء بدون زرع بشر وبدون قدرة بشرية، بدون قدرة جسد، حاجة تانية بالإيمان بالمعجزة الإلهية. إسحاق قيل عنه لا يرث ابني مع ابن الجارية، معناها أن كل البشر اللي هم ما دخلوش في بنوة لله بالمعمودية ليس لهم ميراث مع المسيح في ملكوت السماوات. صحيح. لكن اللي هيدخل في اتحاد بالمسيح في المعمودية وفي الافخارستيا هيبقى له نصيب في ميراث ملكوت السماوات. بعد كده طبعا القصه الطويله بتاعه ذبح اسحاق. بس في كمان حاجه سيدنا اسحاق لما ربنا قال له ان هيقدمه محرقه على احد الجبال في ارض الموريا، والسيد المسيح على جبل الجلجثة. ما انا عشان كده بقول لك ان لسه بقى في كمان بلق كبير كده في التاملات بتاعه ذبح اسحاق. مش عارف هتدخلي فيها دلوقتي ولا ايه؟ طبعا دلوقتي. طيب قصة ذبح إسحاق هي إشارة واضحة جدا لصلب السيد المسيح أو ذبيحة السيد المسيح الكفارية. خلينا نتأمل بقى في القصة دي. لازم أطلعها طبعا من الكتاب المقدس، لأن كل كلمة في الحقيقة فيها إشارة جميلة عن ربنا يسوع المسيح. أول حاجة هو طبعا القصة جات في الإصحاح تكوين 22. يقول حدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له يا إبراهيم فقال لها أنس. إيه هذه الأمور؟ هذه الأمور أن في الإصحاح اللي قبله ربنا قال لإبراهيم اسمع كلام سارة. سارة كانت قالت له اطرد هاجر وابنها، وهو إبراهيم اتضايق، إزاي أطرد الست ذنبها إيه وده ابني هطرده إزاي؟ فربنا قال له اسمع كلام سارة. فخلاص ما دام ربنا عايز كده فاعطاها مؤونه وقال لها اتفضلي مع السلامه. دلوقتي انت يا ابراهيم عملت ايه مع اسماعيل؟ قال له انت يا رب قلت لي مشيه، اديني مشيته. طيب عندك مين دلوقتي؟ عندي اسحاق. قال له طب خد اسحاق اذبحه. طب كنت سبت لي واحد من الاثنين. صحيح. طب ليه؟ يعني كنت تسيب لي اسماعيل واذبح اسحاق، او امشي اسماعيل ونسيب اسحاق، لكن ليه امشي واحد وما اعرفش هو فين دلوقتي؟ مش هشوفه تاني، والتاني أذبحه. فدي بينت قد إيه قوة التجربة. صحيح. وعشان كده قال له خد ابنك وحيدك الذي تحبه. أنت عارف إن وحيدي وحبيبي. صار وحيد. طبعا هنا صرف إسماعيل عشان فعلا يصير إسحاق وحيد، لأن المسيح هو الابن الوحيد. وزي ما قلت من شوية إن إسماعيل هنا يرمز لآدم اللي هو انصرف بعيد عن الله. خلاص. فيجي بقى الابن الوحيد اللي هو يتمم الفداء. وكلمة خذ ابنك وحيدك الذي تحبه، طبعا وحيدك قلنا اللي هو مونوجنيس، الابن الوحيد الجنس، وتحبه لأن المسيح هو الابن المحبوب، هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. وروح بقى اذبحه إلى أرض الموريا. أرض الموريا هي نفس المكان اللي اتبنى فيما بعد فيه هيكل سليمان، والمنطقة اللي فيها جبل الجلجثة اللي فعلا المسيح اتصلب عليه. أصعد هناك محرقة. كلمة محرقة مش محرقة. محرقة يعني حاجة بتحرق، لكن محرقة هي بتتحرق. فالمحرقة معناها بعد ما تذبحه هتولع فيه نار لغاية ما يبقى رماد. ودي تبين برضو إيه جبروت التجربة. صحيح. إزاي أنا ابني اللي أنا مستنيه من زمان وابني ازاي يجي لي جرأة اذبحه ويحرقه واحط عليه بنزين واولع فيه؟ مش ممكن. صعبه، صعبه جدا. ومع ذلك ابراهيم اللي انت عايزه يا رب اعمله. ويقول معلمنا بولس الرسول ان هو قدم اسحاق وهو مجرب لانه كان ابنه الثاني مشي، بس كان واثق ان الله قادر على الاقامه من الاموات. ايه اللي خلى ابراهيم مطمن قوي انه لما هيقدم اسحاق ويذبحه ويحرقه هيقوم الاموات؟ إن ربنا سبق وقال له بإسحاق يدعى لك نسل. طيب إسحاق لسه ما اتجوزش ولسه ما خلفش. صحيح. وأنت بتقول لي اذبحه وتقول لي هيكون منه نسل، يبقى أكيد هذبحه وهيقوم وهيجيب نسل. صحيح. أنا واثق في كلمتك يا رب. بالدليل إنه قال للغلامين اقفوا هنا لحد ما نروح نقدم ذبيحة ونرجع لكم. يعني كان عارف إن ثقة إنه هيرجع. يعني ما كانش مفكر ان ربنا هيبعت له كبش ويذبحه مكان اسحاق، هو صحيح. كان في باله هيذبح اسحاق ويحرقه وبعدين ربنا هيقومه. صحيح. وهنا الايمان ده غريب لان ما كانش فيه قبل كده حد مات وقام. يعني النهارده لما نتكلم عن قيامه الاموات خلاص مصدقين قيامه المسيح وقيامه لعازر وقيامه ابن ارمله نايين وابن ابنه ييروس وغيره، لكن ابراهيم ما فيش حد قبل كده مات وقام، لا حيوان ولا انسان ولا نبات. فإزاي جه في بالك إن في قيامة أموات؟ ودي تبين عظمة إيمان أبونا إبراهيم. بعدين يقول له إيه بقى؟ فبكر إبراهيم صباحا. بكر يعني الواحد لما يكون في حاجة على مزاجه يصحى بدري بسرعة، لكن حاجة مش على مزاجه رايح يذبح ابنه يعني انت ايه اللي بتبكر ليه؟ لا وما قالش لساره كمان يا سيدنا، دي يعني طبعاً. ازاي برضو يعني ابنها واخده من حضنها وفي الاخر برضو ما يقولهاش؟ ما هو عارف لو قال لساره هتعطله لان دي وهتقول له انت اتجننت، انت كبرت في السن واتجننت، مش ممكن الله اللي احنا عارفينه من زمان يقبل ذبائح بشريه، انت يعني ده هاتف في بالك مش مظبوط، مش ممكن يكون ربنا اللي قال لك كده، تشككه. هو عشان كده ما اداش فرصه لساره ان هي تعرف لألا تعطلوا عن الطاعه. طب ومسيره الثلاث ايام دي يا سيدنا مش كان ممكن برضو تعطله او تخليه يفكر وطول ما ماشي حزنه على ابنه؟ دي بتبين قد ايه ابراهيم ده راجل عظيم، ازاي ان هو اللي عايزه يا رب هعمله. وانا يعني مش انت جبت لي ابني وانت عايزه خده، فرب اعطى ورب اخذ فليكن اسم رب مبارك زي ما قال ايوب. يعني نكمل الحته دي يقول لك ايه؟ فبكر ابراهيم صباحا وشد على حماره واخذ اثنين من غلمانه معه واسحاق ابنه. سيدنا هو المفروض نختم بس نيافتك انا شايفه ان الجزء ده ما ينفعش نختم علينا بقى. ينفع نختم ونكمل القصه في الحلقه اللي جايه؟ طب والنزل بها ايه؟ مش عارفه. اوكي المخرجه عايزه كده، انا ماليش دعوه. نتقابل المره الجايه. ماشي، مشكورك جدا يا سيدنا، وهنكمل قصه ذبح اسحاق والمقابله الجميله اللي بين اسحاق والسيد المسيح في الحلقه اللي جايه. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه ونشوفكم في حلقه جديده وبرنامجكم بستان العقيدة.